السلام عليكم الطيبين، انا خليفه الهارون رئيس قطاع الابتكار والخدمات الالكترونيه في فودافون قطر، واليوم كنتوا تنتظرون من زمان صح؟ لان بنختار من اللي ربح الجائزه في المقارنه الكبيره، الاكبر مقارنه احنا سويناها يعني في حياتنا. واحنا بنراويكم نظام علشان نختار الفائز عشوائيا عن طريق الانترنت. انتوا جاهزين؟ سبيكم تذكرون اذا انتوا خارج قطر احنا ما نقدر نعطيكم السبورت او الورنتي، ولكن احنا بنبعث التليفون لكم لاي بلد، بس اذا انتم موجودين في قطر طبعا بتحصلون على السبورت لما تحتاجونه. اوكي يلا خلينا نبتدي. هذه النظام، والحين انا بختار الفيديو، بختار اللينك، برجع بنزل نسوي بيست ونختار بالانجليزي لود كومنتس ونشوف انه كان عندنا 433 رد. اوكي لودينج. اوكي انزين هلا الحين احنا بنختار randomly pick winner بالانجليزي وخنشوف. انزين اخوي جيك فهد، انت قلت I want iPhone 5S اولا بالانجليزي مو بالعربي. بس هذه مو الجواب الصحيح، فبنختار randomly pick winner. واخوي مهدي انت قلت LG G3 والجواب صح، فانت ربحت التليفون المفضل لك. احنا بنبعث لك مسج علشان تقدر تقول لنا عنوانك واي تليفون انت تبي، ومبروك وان شاء الله كلكم حبيتوا هالمسابقه. وفي المستقبل احنا بعد بنسوي مسابقات، ابيكم دائما تكتبون لي يعني في اسفل الفيديو اذا انتم تحبون هالانواع من المسابقات والمقارنات، واحنا دائما حاضرين لكم عشان نستمر ونساعدكم. مع السلامه.